كتشوفوا معنا امطار غزيره خاص في اكادير. تبارك الله، قبل قليل دازت العاصفه رعديه خاص في اكادير. اذا اجواء ممطره تماما في لاكوت وفي اكادير عامه. كما تشوفوا السماء منظر رائع جدا، امطار غزيره في هذه البلاصه كما كتشوفوا. شوفوا تبارك الله، عاصفه رعديه دازت قبيله. شوفوا شنو دارت هاد البلاصه ديال الفيضان. بحال الواد ديال هاد المكان كله كانت فيه الشتاء، وحاليا باقي الشتاء مستمره. نتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى البارطاج ديالكم. كما كتشوفوا مدينه اكادير اجواء ممطره، اجواء رائعه، اجواء جميله تماما. ونتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناه، حيت كنديروا المجهود حتى حنا كنجيو باش نشاركوا معكم اي حاجه جديده، ونحاولوا نبارطاجي معكم المزيد ديال امطار غزيره خاص في مدينه اكادير. اللهم بارك. اذا الشتاء باقي مستمره، يقدر غادي تستمر بعد ساعات، باقي يقدر غادي تستمر حتى الغدا ربما، وبيد غدا يقدر تكون الشتاء مازال. وحاليا اجواء ممطره، اجواء جميله رائعه جدا. كما كتشوفوها تبارك الله، سقوط الامطار خاص في اكادير. اليوم الاربعاء، جات الشتاء ابتداء من الفجر، كانت الشتاء وحاليا باقي مستمره، ودابا قريب وقت المغرب كما كتشوفوا. اللهم بارك. شوفوا تبارك الله سقوط الامطار. ايوا، نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه ديالي، وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك ان شاء الله باش توصلوا اي جديد. تحياتي.